هي ألف باء الدخول إلى عوالم سوق العمل والوصفة السحرية لاكتساب المهارات وتحقيق بصمة خاصة في مجالك. الموارد البشرية بوابة هامة يدخل من خلالها الطلاب والخريجين لتلقي المهارات الأساسية واللازمة للنهوض بواقع العمل والانتقال إلى مرحلة الإبداع في الإنتاج والجهود المبذولة. واليوم معنا بالاستديو الدكتور منير عباس، رئيس مجلس إدارة جمعية الموارد البشرية، لنحكي عن هيدا الموضوع. يسعد صباحك. صباحكم سوري بامتياز. صباح الخير لك دكتور. يعني عجد لها أهمية كتير الموارد البشرية، وعم نشوف بهالفترة يعني الكثير من الأشخاص بلشوا يهتموا فيها بسوريا. خلينا نحكي عن جمعية الموارد البشرية لليوم، تعرفنا عنها أكثر. طيب، نحن الجمعية أول شيء خلينا نعطي نبذة صغيرة عنها. أسست ب 14/1/2007، جمعية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هي جمعية NGO مانا ربحية أهلية، متوجهة لحماية مهنة إدارة الموارد البشرية بسوريا. هدفنا الأساسي ورسالتنا هو نشر ممارسات إدارة الموارد البشرية الصحيحة في سوريا، ونقلها من المفهوم القديم اللي هو كان إدارة شؤون العاملين إلى مفهوم أكبر بكثير اللي هو إدارة موارد بشرية. صارت مجموعة العمل تبع إدارة شؤون العاملين السابقة اللي كانت هي أساس إدارة موارد بشرية، صارت تأخذ مننا من 6-8% فقط من عمل إدارة موارد بشرية، وتكرست كلها وتوجهت لحتى تدرب وتطور العنصر البشري. ونحن صرنا نسمي العنصر البشري ثروة، يعني ثروة مثل ما هو رأس مال بشري، ما عاد هو واحد عبء على الشركات انه يعتبر اوفر هيدز، وهدول التكاليف الاداريه انه هدول رواتبهم، هن اللي عم يشغلوا المؤسسه وهن عم يخسرونا. فانتقلنا لشيء اسمه راس مال بشري اللي هو بسموه الهيومن كابيتال بالانجليزي. طيب، بس بدنا نحكي عن الجمعيه. الجمعيه صار لها فعاله من وقت ما انشئت، بالازمه زادت اعمالها، والحمد لله نحن من الجمعيات اللي كثير ادينا دورنا وبامتياز. نحن كمان زادت عدد اعضائنا، زادت توجهاتنا، مشاريعنا صار اكبر، توجهنا للمجتمع السوري. كنا اول شيء متوجهين لفئات معينه، هلا صرنا بشكل عام موجهين، بنستهدف الطلاب الخريجين، داخلين سوق العمل، باحثين عن عمل، راغبين بتغيير مهنتهم، بنوجههم وبنعلمهم كيفية دخول سوق العمل بدءا من كتابة السيرة الذاتية، انتهاءا لحتى كيف تخطط مسارك المهني، لحتى تاخذ مهارات تواصل، حتى بنعطي شغلات سوفت سكيلز نحن بده اياها اي انسان داخل لسوق العمل، مهارات تفاوض، لمهارات تواصل، للتقديم، للبرزنتيشن سكيلز. كل هدول صور للجمعية. نحن يعني فيني لك 9 سنوات ذهبية للجمعية زادت فيهم خلال الأزمة، بعكس كثير من بعض الجمعيات، والحمد لله توجهنا وصرنا معروفين أكثر. على الأقل نحن عم نحمي المهنة. في عدة مشاريع نحن عم نعملها مميزة هي السنة، إذا بتحبوا نبلش نحكي عنها. خلينا نحكي عن أهم المفيات. هي السنة أطلقنا مشروعين بهموا البلد. يعني أول شيء منهم هو مسح للرواتب والأجور على مستوى شركات. قلنا نحن محافظة دمشق مبدئيا، ولكن في معنا شركات من حمص ومن حلب اشتركت كمان، وبدنا نعممه على سوريا كافة، يعني على كل محافظات سوريا إن شاء الله. بيقوم هذا المشروع على ما هي الرواتب والأجور لمهن معينة داخل الشركات، سواء كانت شركات عامة، شركات قطاع مشترك، أو شركات خاصة. انتهيتوا من هذا المشروع؟ نحن بلشنا فيه وشفنا مشاركة رائعة جدا من كبرى الشركات، والحمد لله يعني مثل ما حكينا متأملين ورؤيتنا لقدام أنه تشارك معنا كل الشركات الكبيرة والبنوك والعاملة واللي إلها اهتمام هون واللي عم تجذب أكثر شيء العنصر البشري، هي تشترك معنا. ولبتنا من أكبر الشركات، عندنا لهلا 28 شركة مشاركين. طب شو الهدف منه لهذا المشروع؟ يعني المشروع هذا موجود، هي دراسات بتقوم فيها غرف الصناعة وغرف التجارة بالعالم. نحن بس يصير أي تقصير من أي جهة، نحن بيجي المجتمع الأهلي بياخد هالدور، بيعبي هالفجوة. نحن بدنا نكامل المشروع ونعرف كل مهنة في سوريا قديش راتبها، أو خلينا نعرف الأبرج تبعه، حتى أي إنسان داخل لسوق العمل قبل ما يختار تخصص دراسي يعرف إنه هالمهنة اللي بده يفوت فيها لسوق العمل هل قد قيمتها ماديا. ونحن بدنا نحط شيء معيار. إذا أنت شركة بدك تفتحي جديد مثلا بقطاع العمل بسوريا، بدك تعرفي قديش هو الأنكرز أو هن الشركات المشابهة لك، قديش عم تعطي رواتب لهالمهن اللي أنت بدك تجذبيها. فبيكون عندك بينة وبيانات واضحة إنه في دراسة تمت على الشيء. خليني أقول على سبيل المثال المحاسب قديش بياخد مثلا، ببلش ويكون خريج على سبيل المثال 40,000، وبينتهي هيك مساره المهني لل 200-300,000 ليرة. بتقارني انت بتحبي تكوني افضل راتب لمحاسب بالسوق، ولا بتحبي تكوني على الافرج، ولا بتحبي تعطي
مثل المينيموم تبعه انت بتقرري كشركه، هالشيء بيدفع الشركات. بس هي نقطه كثير مهمه، يمكن الرواتب ان كان قطاع خاص ولا قطاع عام، يمكن نحن بظل الازمه في تفاوت ان كان من الموارد كبير كثير بالموارد البشريه الموجوده، وسوق متخبط بالنسبه لكل الرواتب. يعني الطاقات اللي عندنا اياها الشبابيه او الموارد البشريه اللي عم نستثمرها يمكن بطريقه كثير صحيحه، بس في جهود مبذوله، ساعات عمل طويله، والرواتب بتلاقي في اختلاف جدا كبير لغياب هذا النوع من الدراسات. يعني بيجي اي صاحب عمل بيقول لك انا بعطي اكثر شيء. طب اكثر شيء بناء على شو؟ ما في دراسه بين ايدي. نحن حنوفر هالدراسه وحنقول له انك انت هون موقعك بالنسبه للرواتب والاجور داخل سوق العمل. وهالشيء هذا ليش جذب؟ لانه كل الناس عم بتعاني، حتى القائمين على مهنه الموارد البشريه وعم يحددوا الرواتب والاجور، ما عندهم شيء ملموس بين ايديهم انه شو منافسين بالبلد عم يعطوا. عم بيكون عباره عن معلومات شخصيه، بس يغير الشخص مهنته او من شركه لشركه بيجي بيعطي اخبار انه هالقد كان راتبي، بس ممكن يكون هالحكي مغلوط او يكون هالحكي صحيح. نحن ما بدنا نعتبر، بدنا نكون ناس علميين وعندنا دراسة قائمة. وهالسنة هالعدد اشترك معنا، نتمنى بالسنوات القادمة يكون في أعداد كبيرة حتى تصير دراسة متكررة كل سنة، ونرتفع مع مستوى التضخم إذا كان في تضخم، أو نرتفع مع مستوى الأسعار، أو نخفض مع مستوى تحسن الاقتصادي. يعني يكون في عنا موجه ومؤشر للرواتب قائم على دراسة حقيقية. هذا مشروع. طب هذا هي الدراسة ممكن أنه تقرر مع دراسات عالمية أو أنكم تستفيدوا من خبرات عالمية بهذا الموضوع؟ استخدمنا العملية والبروسس والمعايير لدراسة رواتب الأجور، ما جبناها عن عبس. شفنا بالدول كلياتها كيف بتدرسها، بس هلأ بكل الدول المتقدمة قبل ما أنت تفوتي على أي قطاع للعمل تعرفي تماما قديش ممكن تتقاضي. فأنت بتفوتي على بينة ووضوح أنه أنا، لأنه بالنهاية الواحد يشق مسار مهني بده يعرف أنه هالمهنة بتحقق له استقرار لألو ولا لا، حتى يفوت فيها أو يدرسها من بادئ الأمر بالجامعة ويختارها الاختصاص. هذا واحد. بس يمكن لأنه الخيارات ما أنا مفتوحة ولا واسعة، فبتلاقي بيضطر يقبل أنه يشتغل في هذا المكان ضمن راتب معين ما بيستحقه أساساً، يعني مو ضمن اختصاصه ولا ضمن اختصاصه. يعني ممكن هذا الراتب جداً يكون ضئيل، بس بسبب الظروف. وأغلب الناس إذا بدنا نقول هيك، وأغلب الشباب اللي عم نشوفهم اليوم. هلأ نحن شاركنا معرض اسمه جوبكس الشهر الماضي، وتم يعني ونحن مشاركتنا وجبنا معنا 22 شركة من الجمعية شاركوا بالمعرض. كان في 1500 فرصة وظيفية معلنة عنها بالأزمة، فلحنا حققنا من داخل المعرض ما يوازي بين 400 ل 418 وظيفة. وأخذنا عملنا مشروع لقلنا جمعنا كل السيفيات للناس اللي إجت قدمت، وعملنا داتابيز للأعضاء والشركات في سوريا. هلأ عم وجه لهم رسالة، أي شركة بدها داتا بيز لسيفيات حديثة جدا للراغبين في العمل يطلبونا. نحن قلنا مواقعنا نحن على الفيسبوك IHRM سوريا، أو يطلبونا على موقعنا الرسمي الإلكتروني www.ihrmsyria.org، بس يبعثوا لنا رسالة، ولأنا بعطيهم اللينك تبعنا updated CVs للشهر الماضي. عندنا آلاف من السيفيات، هيك عم نساعد طالب العمل وعم نساعد الشركات اللي بدها فرص وظيفية أو عم بتدور على باحث عمل بلا ما تحط تكاليف الدعاية والإعلان وتبحث عن شيء. عندنا عدة فئات ومصنفينهم وعاملينهم داتا PDF على عاتقنا، أخذنا هاي المسؤولية. في مشروع تاني خلينا نحكي عنه، مشروع مهم هو معايير مهنة الموارد البشرية. بدنا ننظمها كمهنة، ونحن حلمنا وقت ما انشأنا الجمعية يوم ما نكون نقابة ونحمي إطار المهنة. نحن أي مهنة يجب أن تحمى بممثل رسمي لإلها، بكينونة رسمية، ممكن تكون نقابة تمثيل رسمي لإلها. نحن لهلأ NGO ومسيرتنا واضحة جدا. من 2007 ما كنا نحلم أن الناس تعرف لهالدرجة شو هو HR، شو هي إدارة الموارد البشرية، كان مفهوم غامض شوي، بس الحمد لله قدرنا نحسنه بجهودنا وجهود اللي كانت موجودة معنا كلياتها والناس اللي بروفيشنال بهالاختصاص هذا والمهتمين. وهلأ احنا عم نحط معايير عالمية وعم نحاول نقولبها ونعملها تناسب البيئة السورية، لحتى ننطلق فيها بمشروع كتير كبير ونطرحه انه نقدم لنقابة تحمي مهنة إدارة موارد بشرية، تصير مثل المحاماة، مثل الطب. يعني نقابة تحمي هي المهنة والقائمين عليها. ولحنا مهنة لأنه أوريدي فيك تختصي بالHR، فيك تشتغلي بمهنة الHR بأي مكان في العالم. كل شركة فهي بدها HR أكيد. تماماً، يعني أنا الدكتوراه تبعتي بالقيادة والموارد البشرية، واللي عم تمر في سوريا بهالمهنة هذا مرت في دول متقدمة كلياتها. تجربة كندا من 50 سنة مرت بهاي الشيء، أمريكا مرت هالشيء هذا من 70 سنة. وهذا اللي بدي أسألك عنه دكتور، قديش مهم فعلًا تحديد معايير الموارد البشرية اليوم في سوريا في ظل الظروف الأزمة اللي عم نعيشها؟
احنا لازم نقدم ما هو الهيكل التنظيمي لاي اداره موارد بشريه، لازم نقدم ما هو التوصيف الوظيفي لاي ممارس لمهنه الموارد البشريه، لازم نحكي معايير. دائما وقت الواحد بيحكي معايير بيبعد عن الاراء الشخصيه، بصير شفافيه اكثر والامور واضحه جدا وموثقه. يعني نحن وقت عم نحكي على معايير مهنه بتعرفي كيف تقيمي المهنه، بتعرفي كيف تجذبي العاملين بهالمهنه، هي بتصير واضحه لكل الناس. ما هي شغله مثلا كانت بعض الامور كانت تقول انه هي شغله اللي مانه مختص، شغله الشخص اللي مو لاقي شغل انه يفوت على مهنه الموارد البشريه. فهلا تغيرت هالمفاهيم كلياتها من المهنه الصعبه وكثير مطلوبه بالسوق السوري. يعني احنا في عنا ندرة من المختصين في إدارة الموارد البشرية، وعنا جامعتين بس اللي بيدرسوا هالاختصاص وخريجينهم عددهم كتير قليل. فلحنا وقت عم ننشر هالشي هذا عم نشجع الجامعات التانية تفتح الاختصاص وتدرسه بكميات وايضا كيرة. يستفيدوا من الشباب الخريجين يعني من هذا من هذا القسم. خلينا نحكي عن انشطتكم او شو حابين، يعني شو عم تحضروا مشاريع جديده بعام 2017 بما انه نحن بنهايه هذا العام. نحن في عنا مشروعين مهمين غير مشاريع، عنا 6 مشاريع الاعتياديه كل سنه بنطلقها، في عنا مشروعين جداد. بس قبل هيك بدنا نحكي عن شهر الموارد البشريه اللي انهيناه كمان من 3 اسابيع وعملناه بالتعاون مع عيادات العمل. عيادات العمل هي كينونة تستهدف طلاب الجامعات العامة وأيضا الخاصة. عملنا شهر كامل احنا نشرنا ممارسات الـ HR لأي واحد حابب يدخل هالعالم. وجبنا أفضل المدربين عنا، عنا مدربين معتمدين من الجمعية، هن كلهم مدراء شركات اللي يجوا عطوا. فهدول الناس موصولين بسوق العمل، بيعرفوا تماما كل شيء عم يحكوه كيف بيتطبق بالواقع. ما عنا ناس نظريين أبدا، فأي واحد بيجي بيحاضر عنا أو بيعطي تدريب بيعطي ورشة عمل أكثر ما تكون دورة تدريبية. عنا حضور كان يتجاوز 1000، يعني أكثر من 3000 عنا أحصائية بتقولي اللي حضروا ورشات العمل. ورح نستمر، ونحن هلأ كمان في عنا شيء اسمه سلسلة مهارات سوق العمل بمسرح اللايك، بنعملها بالتعاون مع الجامعة السورية الخاصة، وبنعمل الدعوة عامة. مسرح كتير كبير بيجذب كل أسبوع ناس مهتمين بورشة عمل معينة. في المشاريع لسنة 2017 في عنا مشروع الموظف المثالي، أطلقناه لحنا وعملناه قبل 2 سنين. نعم. وعملناه على مستوى دمشق، هالمرة بدنا نعمله على مستوى سوريا. من هو الموظف المثالي؟ ومنكافئهم طبعا ومنعلنهم على كل دور الإعلام حتى يكون هالشي هذا قدوة لغيرنا، إنه كل شخص أدى عمل بشكل جيد إنه يقدر يحصل على مزايا وتميز. يعني أنشطة كثيرة وفعاليات كثيرة نور. أكيد ميسان دكتور منير عباس رئيس مجلس إدارة جمعية الموارد البشرية، شكرا لوجودك معنا. يمكن الحديث بيطول عن الموارد البشرية وأهميتها اليوم في سوريا، لنا حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم وأكيد كل التوفيق لكم بالعام الجديد. مشكور.